السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. طبعا كلنا سمعنا عن وفاة الفنان القدير سمير غانم النهاردة كان بعد العصر، وبعد إعلان الوفاة هو مازال حاليا داخل المستشفى. طبعا والصور اللي قدام حضراتكم دي صور لشقيقة الفنان سمير غانم وانهيارها بعد سماع الخبر، وأكيد طبعا كلنا زعلانين بسماع خبر وفاة الفنان سمير غانم. أما بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز فما زالت في المستشفى، بس طبعا مخبيين خبر أو إعلان خبر وفاة الفنان سمير غانم عليها، علشان هي عندها نقص في الأكسجين، وطبعا ده هيضر حالتها النفسية جدا وهيكون خطر عليها. فعلشان كده لسه لحد وقتنا هذا لم يعلنوا للفنانة دلال عبد العزيز وفاة الفنان سمير غانم، ونرجو من جمهور ومحبين الفنان سمير غانم الدعاء له بالرحمة. الفيديو اللي معانا، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.